السلام عليكم، مرحبا شباب. الان مع لعبه ريد اليرت 3. اللعبه دي انا بعشقها، مرتبطه بطفولتي بشكل كبير، لكن الغريب ان انا عمري ما جربت الجزء الثالث خالص نهائي، ولا مره عمري ما جربت الجزء الثالث. دايما كنت بلعب ريد اليرت 2 يوري ريفنج، لكن عمري ما جربت الجزء الثالث ده ابدا. وبصراحه دي مش عادتي لان انا بحب السلسله دي جدا، لكن مش مشكله، انا اتي متاخرا افضل من الا اتي. خلينا ندخل نجرب ونستكشف مع بعض لعبه ريد اليرت 3. بس قبل ما نبدا نتفرج على المقطع ده وسمعت الاذان، قوم صلي احسن، وما تنساش ان انت تذكر الله، صل على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، تحط لايك شديد زي الراجل، وتشترك على القناه او تنتسب على القناه لان ده فعلا بيساعد. ويا ريت كمان ما ننساش لو ندعو لاخواننا في غزه. جامده قوي الموسيقى دي، بحبها قوي. المهم طبعا احنا عندنا هنا في توتوريال شرح، بصراحه انا مش فاهم اي حاجه خالص، وفيها تحديثات يعني جامده قوي وتعديلات كتير جدا غير اللي احنا عارفينه عن ريد اليرت 2. يعني اللي بيلعب ريد اليرت 2 انت هتلاقي حاجات يعني 60% حاجات متشابهه، لكن 40% في اضافات وحاجات غريبه ما اعرفش عنها حاجه بصراحه. فالشرح ده نفسي ادخله بصراحه. وفي كامبيجن، الكامبيجن لو انت دخلتها من الاول للاخر هتشربك اللعبه وهتعرف النظام ايه، لان بتبدا معاك ايه عارف انت من تحت، تخش على السيتنج ويعني نشيل المزيكا. فخلينا ندخل على يعني نعمل جيم، ندخل جيم، احنا هنتهور ونعمل جيم، هنتهور ونعمل جيم زي ما تيجي تيجي بقى. حلوه الخريطه دي، حلوه، عارف انت يعني هيجي لك من مكان معين، مش هيقعدوا بقى يلفوا ويدوروا حواليك، فانت عارف انت مكانك فين وهيجي لك منين. فاحب الوضوح في المعارك. فاحنا مثلا ممكن نلعب قصاد، احنا هنبدا يعني خفيف كده خفاف، انا لسه بجرب يعني. فاحنا هنلعب ضد دوله من الاتحاد السوفيتي مثلا ولا ايه دوت؟ تعال نجرب. ماشي، انا هلعب مثلا بالمكان ده ورقم 2 هيكون بالمكان ده. يلا بقى نبدا، بسم الله، نقول بسم الله. شوف المنظر، شوف المنظر، خرافه. ده طبعا دوت المفروض ان ده السنتر، يعني دوت الباور، دي مصانع الباور، بيبقى شكلها كده. ده مصنع الباور، وايه ده؟ حاجات نفس ايه ده؟ ايه الحاجات الغريبه اللي بتظهر؟ ما علينا، ده الباور. شوف 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 المنظر، عظمه. وايه ده؟ ده البوت كام، ده بتاع الجنود. ماشي، شوف المنظر، بص البحر، بص الجرافيك، جرافيك هايل. تقدر تقلل جودة اللعبة والجرافيك تخليه قليل قوي. ده الكامب بتاع الجنود، خرافة بجد. دوت اللي بيجيب الريسورسز، الفلوس يعني وكده، عشان تعرف تشتري. ده مكان بنجيب منه الريسورس. احنا محتاجين منه اتنين يعني، واحد هنا واحد. مش زي ريد اليرت 2 خالص، عشان تكون عارف في فرق جامد. انت لو هتقرر ان انت تلعب اللعبة دي يعني اركن ريد اليرت 2 على جنب، بينزل هنا وهنجيب واحد تاني. شوف 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 شوف، الله عليه، حمل ذهب، خش يا عب، عظمه. محتاجين هنا واحد كمان، ده بقى بتاع الجنود. في شوف في كلاب، وفي طبعا بقى جنود اهو. ماشي، تعالى كده نجيب واحد تاني، ده بتحط، خرافه، عظمه، فخامه. ده كده خلاص، ده بتاع بقى، ده مبنى المعدات بنخرج منه الدبابات والجو ده. ايه ده؟ يلا شرير، يلا اف، في عدو، في اعداء. وانا لحقت يا جدعان، وانا لحقت يا جدعان. اور بيز اندر اتاك، اندر اتاك ايه؟ انزل دلوقتي ده هيشرز. يلا يلا يلا، مفيش باور. انت بتهرج يا ابني، انت بتهرج صح، بتهرج. يا خبر ابيض، ايه ده يا جدعان؟ ده يا جدعان يعني ده انا بهدلت جامد. معقول؟ لا يا جماعه، لا احنا بهدلنا جامد، احنا بهدلنا جامد، احنا العيد من الاول. معقول شويه عساكر؟ لا لا لا، حاول نسرع شويه، النظام ده مش هينفع. سرع شويه يابا. ماشي، نزل ده، ده ايه؟ مدفع زي رشاش كده، حلو قوي. ايوه هو ده، واحد كمان، هو ده اللي هيأمن. هنأمن ده الطريق اللي بيجوا منه، انا هأمن الدنيا بسرعه باذن الله. شيء اشوف ايه. تعالى بقى، مش هنزل، مش هنزل تاني. نأمن الدنيا هنا قوي على قد ما نقدر. بص المكان ورا فول، مش هيجوا غير من هنا، هنأمن نفسنا على الاخر. باور، يخرب بيت الباور، اقفل دوت باور، الباور ده قلق. طب ما نقدر. اتفرج هعمل فيك ايه دلوقتي، هعمل منك بطاطس محمرة. اتفرج، ايه رأيك؟ شوف كمان اهو، باور،
ماشي ممكن ننزل بقى واحد تاني من شوف 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 الله ارجع ورا ارجع ورا انت احنا مش هنزهق فيك ولا روح هنسيب الالات والمعدات تتعامل معاكم والله خليكم ورا هنا عظمه عظمه واحد كمان ده مضاد طائرات دي مضاد طائرات المركبه دي باور عشان ما يتغدرش بينا اسطول طول بحري ايه رايكم بقى في الدفاعات دي دفاعات جامده جدا بفكر احط الدفاعات من ورا هنا كمان عشان هم هيجوا لي من البحر في الغالب هيجوا لي من البحر بص 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 صواريخ الله ده الاسطول ده حاجه محترم ولع ولع خربت الجمدان طبعا المشكله الذهب ده في مكان هنا هو ممكن نجيب منه ذهب في المكان ده حملت. عايزين قاعده جويه قاعده طيارات عايزين قاعده طيارات طبعا محتاجين هنا برضو شوف ممكن نجيب من هنا برضو موارد بس المكان ده هيبقى معرض للهجوم فاحنا عشان نحقق ده ماشي ننزل هنا قاعده جويه الله قاعده جويه دي مهمه جدا انا هحاول انزل باور لا بقى لا لا باور في وقت زي ده شت جنود دمروه شباب انتوا كلاب دمروه باور موضوع الباور ده خونه دمروا المات صعب نحط هنا طبعا صعب هناخد المكان ده ازاي هو ده السوق في هنا مكان اهو شوف عايزين ناخد المكان ده واو ده ايه ده اللعبه مليانه اسرار وحاجات انا بصراحه ما اعرفهاش وفي حاملات طائرات اهي الاسعار غاليه قوي ما تعتمدش على موضوع الاسعار ده المدفع ده خطير تانية اهي درب لي تانية لو في هنا بقى دبابات بس الفلوس عندي طيب هل احنا هنقدر نحط المصنع ده هنا ولا مش هنقدر نقدر ما نقدرش ليه عشان مش منطقي طب انا وده برضو مش هينفع ينزل ما ينفعش ليه ليه ما ينفعش بالله ليه ما ينفع تعالى كده المدفع ده جامد حلنا مشاكل كتير المدفع ده حلنا الكثير من المشاكل ما ينفعش ننزل منه غير واحد باور تاني لا هات 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 الثانيه هتقوم بالواجب اوف ده حاطين مدفع لا 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 ثواني ثواني شوف يا جماعه الباور بيعمل ايه اوه يعني اسقاطات يا خبر اسقاطات جوية وما عنديش باور بس الدفاع الجوي شغال تعال انتوا دفاع جوي الباور رجع انا هفضل اتضلش كده يعني من كل مكان situation منيل دمر لي ده كان فين مهندس راح فين مهندس مات A unit is under attack. Building. Training. Building. Building. On time as always. Unit lost. Guardian tank awaiting deployment. High technology upgrade authorized. Our base is under attack. Peacekeeper ready for contact. Guardian tank awaiting deployment. Shift. Construction complete. A unit is under attack. Guardian tank awaiting deployment. Aircraft carrier leaving port. Our construction yard is under attack. برضه اسقاطات تاني برضه. جامد يا بنت جامد. Our base is under attack. Building. Guardian tank awaiting deployment. Need a repair? Enemy units detected. Guardian tank awaiting deployment.
Tanya here. Insufficient funds. Keep at him, Lex! What's the situation? 10-4, sir. Guardian tank. Tactical unit. Guardian permanent. Tank, awaiting deployment. Insufficient funds. Cryo shot ready. ما بحبش اسمع الكلمة دي. ما فيش فلوس. Tanya here, صعب ready جدا. To go. On my way. الوضع صعب جدا. Talk to me. Enemy units detect. Guardian tank, awaiting confirm. Deployment. Tactical unit. Insufficient funds. Our base is under ready attack. For contact. A unit is under attack. What can we do for you, sir? Approaching area. Gentlemen, let's move. حكايات قشطنا جامد ما عادش منها حاجه خالص. خلاص قشطنا. نهجم عليك يا خبر ابيض. هو كان مستقبلني الجيش. Enemy base detected. Let him have it. Open fire. A unit is under attack. Confirmed HQ. Copy them new coordinates. Come on, come on, boss. انتهى امري انتهى امري يا خبر ابيض. لا 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 unit lost. Understood. Slow and steady. ده انا وضعي مهبد. لا بجد بجد وضعي مهبد. Select location. Enemy units detected. Select location. Enemy base detect. Our base is under attack. Select target. نعمل ضربة جوية هنشتغل عليهم بالطيارات. Enemy base detect. A unit is under attack. Our construction yard is ag. Our base is under attack. Confirmed HQ. Surveillance sweep. Ready. Build. Cryo shot. Ready. Confirmed HQ. You can count on us. Welcome. Shalom. We got new order. Confirmed HQ. An ore mine is nearing depletion. Yes, enemy tech. Construct. We got new enemy orders. Base detected. Copy them new coordinates. You can count on us. هده. We have visual. A unit is under attack. هذه حاجة مهمة. هده. هده. لف وارجع. ارجع القاعدة. Unit lost. Sir, I think we've been hit. Select target. Ready as always. Give us a target and we're on our way. Guardian tank, good to go. Insufficient funds. Come on, boys. All mine has been depleted. Low power. هدي يعني مستولى على المصانع الدهب دي ازاي؟ كنا الاول بنفضل نقرب المصانع كده في الالرت 2 نقرب المصانع نقرب المصانع على قد ما نقدر لمثلا اي منطقه عايز استحوذ عليها فتوسع. هنا حاولت اتوسع برضو لا مش انك تتوسع في حاجه في حاجات كتير ما اعرفهاش في اللعبه دي. حتى كمان برضو القدرات اللي في الجنب دي برضو مش عارف استخدمها قوي. هنا برضو الطيارات تقدر تقف. الاول كانت بتروح القاعدة على طول. شوف واقفة ازاي. شوف واقفة ازاي. حركة جامدة. طب هو ده بيعمل ايه؟ ده باور. ده باور. طب هل ده كده بيجمدوا فمش هيبقى عندهم باور كده؟ ما عندهمش باور ولا ايه؟ ده سؤال. ولا بيجمده ويخليه ما يشتغلش فيبقى سهل يتضرب. بسرعه بسرعه. Select target.
insufficient funds. صعب، وضع صعب جدا، فلوس والحاله كرب، بس انا حطيت عليهم يعني هم برضو يعني عايزوني جامد وانا حطيت عليهم برضو جامد، بس انا يعني ما زلت محتاج اعرف اسرار كتير. يعني الفلوس تيجي ازاي؟ يعني مثلا مكان زي ده ازاي استحوذ عليه؟ دي برضو حاجات كتير ما اعرفهاش بصراحه، محتاج اتعمق اكتر في اللعبه، محتاج العب كتير واتعمق في اللعبه، حاجات كتير بصراحه محتاج استكشفها. صراحه مثيره جدا للاهتمام. انا في حاجه رقم اكتر النهارده راح بنكمل ان شاء الله المقاطع اللي جايه في ريد اليرت 3. المقاطع اللي جايه حط لايك واعمل شير وتكون فعل الجرس واستنى الحلقه اللي جايه. سلام.